على خلفيه الاستهدافات المتكرره التي تتعرض لها القوات الامريكيه في العراق نشرت واشنطن منظومه باتريوت في قاعدتي عين الاسد في الانبار وحرير في اربيل المنظومه الدفاعيه تتكون من رادارات فائقه التطور وصواريخ اعتراض قادره على تدمير صاروخ باليستي يقع ضمن مداها نصب منظومه باتريوت الصاروخيه في قاعده عين الاسد في الحبانيه وايضا في قاعده حرير باربيل استكمال وتندرج ضمن اطار يعني التحضيرات الامريكيه لقادم ما سيما وان الرئيس الامريكي دونالد ترامب حينما زار قاعده عين الاسد قبل شهور اكد بانه هذه القاعده ستكون المنطلق لمراقبه دول الجوار، هكذا عبر عن الموضوع نشر المنظومه الدفاعيه تزامن مع خفض عدد قوات التحالف في العراق وهو ما فسر على أنه غطاء سياسي منحته واشنطن للسلطات العراقية لكن الخطوة أثارت تكهنات بنشوب تصعيد عسكري يكون العراق ساحة له في وقت تستعل الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران أعتقد أنه قضية احتمالية وقوع حرب بين إيران والولايات المتحدة والحرب بالإنابة على الأراضي العراقية هي حاضرة لم تتوقف طيلة الفترة الماضية وسببها هي عدة أزمات ربما تكون الغلبة للأقوى عندما يمر العراق بأزمة سياسية معينة جميع المعطيات التي تشير إلى أن هناك والمؤشرات تشير إلى وجود حرب موجودة وربما تكون قادم الأيام سيئة جدا على اعتبار أن هناك تحذيرات من مغبة الوقوع في تعرض العراق إلى عمليات قصف ممنهجة. من قواعد اقل وبعدد قليل لدعم القوات العراقيه، هكذا يبرر التحالف الدولي وجوده في العراق ويحصنه بالمنظومه باتريوت، لكن التحركات الامريكيه الاخيره فسرت عراقيا بانها تخفي وراءها نيه للقيام بعمل عسكري جديد لتحجيم نفوذ طهران في العراق. من بغداد علي عبد الكريم الفلوجه الفضائيه